الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء مع فضل يوم عرفة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد عليكم وعلينا وعلى الأمة جميعا هذه الأيام وهذا العيد المبارك باليمن والخير والبركات. يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، بل لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا اليوم هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، على خلاف بين الفقهاء في أفضلية هذا اليوم. وتعالوا بنا لنرى بعضا من فضل هذا اليوم. أولا، هذا اليوم هو يوم من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما نعلم جميعا لها منزلة خاصة ولها مكانة عظمى عند الله عز وجل. قال قتادة رضي الله عنه: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين ومن الحفاظ ومن العلماء رضي الله عنه، قال: فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. يبقى أول حاجة يوم عرفة من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل، ده رقم واحد. اثنين، أن يوم عرفة من العشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من ذي الحجة لها مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال: والفجر وليال عشر. فجمهور المفسرين على أن الليالي العشر هي الليالي الأول من شهر ذي الحجة، فالله عز وجل أقسم بهذه الليالي، وهذا يدل على عظم مكانتها عند الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. ثم بعد ذلك تأتي السنة النبوية المطهرة لتبين لنا فضل العمل الصالح في هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث أصله في البخاري، يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. فالصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يعلموا حجم ثواب العمل الصالح في هذه الأيام، فاختاروا شيئا من كبار الأعمال الصالحة ليقيسوا به درجة العمل الصالح في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام يفضله أيضا العمل الصالح في هذه الأيام؟ فكانت المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أن العمل الصالح في هذه الأيام يفضل الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا خرج بنفسه وماله، خرج يجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله، ثم إنه
فقد ماله أو خسر ماله أو دفع ماله في سبيل الله، لأنه لا يسمى خسارة وإنما يسمى مكسبا عند الله عز وجل، فوزا عظيما. ثم إنه استشهد في سبيل الله فلم يرجع بشيء، لا بنفسه ولا بماله. هذه هي الحالة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلل عظم ثواب العمل الصالح في هذه الأيام. يوم عرفة هو من الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. في أيام معلومات وفي أيام معدودات. الأيام المعدودات ربنا قال فيها في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. الإمام البخاري أورد عن الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الأيام المعلومات هي العشر الأول أو العشر الأوائل من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. كذلك إن يوم عرفة هو الشاهد أو هو اليوم المشهود في قوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فوردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إحداها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشاهد هو يوم عرفة. وفي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليوم المشهود هو يوم عرفة. وهذا يدلل أيضا على عظم يوم عرفة، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. كذلك من عظم يوم عرفة أنه يوم المباهاة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات، يباهي بأهل عرفات أهل السماء، ويقول: انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، يعني قد التصق بهم الغبار وشعرهم متفرق، لأن كما نعلم أن الحج بيكون في حالة يعني يمنع عليه الترفه. فالله عز وجل يباهي بحجاجه ملائكته ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فالله عز وجل بفضله وكرمه يغفر لهؤلاء. من عظم يوم عرفة ومن عظم الوقوف بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. ولذلك الفقهاء متفقون ومجمعون على أن من لم يقف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فلا حج له، ما ينفعش يحج وهو ما وقفش بعرفة، لأن عرفة هو ركن الحج الأعظم. يبقى بيقف بعرفة في المكان المخصوص وفي الزمان المخصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، ليبين عظم أهمية هذا الركن، وإن كان مع عرفة بقية أركان الحج الأخرى. كذلك من عظم يوم عرفة أنه يوم العتق من النيران. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على بلال في حجته صلى الله عليه وسلم، قال: يا بلال أنصت لي الناس. فنادى بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاشر الناس، جاءني جبريل أو جبرائيل آنفا فأقرأني من ربي السلام. ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لأهل عرفات. الله أكبر، إن الله قد غفر لأهل عرفات والمشعر وضمن عنهم التبعات. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ ده لنا احنا بس عشان احنا صحابتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فريضة الحج فريضة عظيمة،
فرضها ربنا سبحانه وتعالى على العباد المستطيع منهم. فريضة الحج فريضة لها أركان ولها شروط. من أركان الحج ركن السعي بين الصفا والمروة. رب العزة سبحانه وتعالى فرض الحج وجعل الركن ده تكريم للمرأة اللي هي السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت سببا في فرض ركن السعي بين الصفا والمروة. السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها زوج أبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم، وأم سيدنا إسماعيل عليه السلام. السيدة هاجر سيدة عظيمة، رب العزة سبحانه وتعالى كرمها لأن هي تستحق التكريم، وكرم المرأة في صورة السيدة هاجر. رب العزة سبحانه وتعالى يعني أطلعنا على عظمة المرأة في صورة السيدة هاجر. السيدة هاجر أم صالحة، زوجة طائعة. السيدة هاجر امرأة واثقة في الله سبحانه وتعالى، قوية اليقين، قوية العزيمة أيضا. السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها لما سيدنا إبراهيم عليه السلام تركها في واد غير ذي زرع، يعني ما فيش أي شيء يمكن أو يساعد حد أنه يعيش فيه، ترك السيدة هاجر هي وسيدنا إسماعيل عليه السلام. وسألته السيدة هاجر عشان تورينا قد إيه الزوجة المفروض تكون طائعة وواثقة بالله سبحانه وتعالى. السيدة هاجر لما سألت سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو تركها وماشي، سألته الله أمرك بهذا؟ سيدنا إبراهيم أجاب السيدة هاجر وقال لها نعم. قالت إذن لن يضيعنا. الثقة اللي في قلب السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها لما كانت واثقة في رب العزة، ولما أطاعت سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى لم يضيعها حقا. رب العزة سبحانه وتعالى لما السيدة هاجر الساعية صاحبة العزيمة صاحبة القوة كمان والصبر، لما فقدت الماء وفقدت الأكل والشرب وفقدت كل شيء يساعدها على أن هي تحيا حياة بسيطة هي وابنها عليه السلام سيدنا إسماعيل، لجأت إلى الله واستعانت بالله وسعت وبحثت بداية من جبل الصفا واصلة إلى جبل المروة، رايحة جاية ذهابا وإيابا علشان تلاقي ولو قطرة ماء ولو شيء بسيط من الطعام. ورب العزة سبحانه وتعالى بعد السيدة هاجر ما أتمت السبع أشواط جعل الملك يفجر الماء تحت قدم سيدنا إسماعيل عليه السلام، الماء اللي لغاية النهاردة رب العزة سبحانه وتعالى جعله منبع ومكان مهم جدا، ويعني الناس كلها بتلجأ إليه، ماء زمزم. ماء زمزم اللي رب العزة سبحانه وتعالى كرم به أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله مكان وسبب في استجابة الدعاء. ماء زمزم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله مكافأة للسيدة هاجر على ثقتها وعزيمتها وصدق يقينها بالله سبحانه وتعالى. لما السيدة هاجر ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بأن ماء زمزم تفجر تحت قدمي سيدنا إسماعيل عليه السلام، شربت وشرب سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبدأت يعني تحاول أن تضم الماء بيديها وتقول زم زم أو زمي زمي كما ذكر. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والسلام يا رب العالمين. الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام، وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نعظمها. قال ربنا تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأضحية هي اسم لما يتقرب به المسلم لله تبارك وتعالى بذبحه من بهيمة الأنعام في أيام العيد، اقتداء بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لكن مع أنها سنة شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فعلها لمن وجد سعة ولمن اقتدر على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجد سعة مالا قدرة، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأضحية تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز،
هذه ثلاثة أنواع من بهيمة الأنعام التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز حين قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه هي بهيمة الأنعام، ولا يجوز غير ذلك في الأضاحي. الأضحية لها شروط حتى تكون صحيحة ومعتبرة شرعا وتؤديها كما أمر الله تبارك وتعالى. من هذه الشروط: الشرط الأول أن تكون الأضحية ملكا للمضحي وقت الذبح بأي أنواع التملك من بيع، شراء، هبة جاءت عن طريق الميراث، المهم أن تكون الأضحية وقت الذبح ملكا للمضحي. ثاني هذه الشروط أن تكون الأضحية خالية وسليمة من العيوب، تكون الأضحية على أكمل وأتم وأحسن وأجمل وجه. لماذا؟ لأن هذا الشيء تقدمه لله تبارك وتعالى، ولا تقدم الشيء لله تبارك وتعالى إلا إذا كان طيبا وعلى أكمل وأتم وجه. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العيوب التي تحدث في الأضحية، كالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة جدا. فكل هذه الأنواع لا تجزئ في الأضاحي. ثالث هذه الشروط أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإبل 5 سنين، وفي البقر والجاموس 2 سنين، وفي الضأن 6 أشهر، والماعز 1 سنة. لكن في هذا الزمن بعض الأبقار والجاموس والعجول تدخل دورات للعلف، فيكون سنه مثلا 1 سنة ويصبح وزنه 300 كيلو أو 400 كيلو أو يزيد. فهل يجوز التضحية بهذا؟ نعم، يجوز التضحية بهذا المعلوف الذي لم يبلغ السن المعتبر شرعا إذا بلغ وزنه 350 كيلو أو يزيد على ما عليه الفتوى الآن. وقت الذبح متى يكون ذبح هذه الأضحية؟ وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فلا أضحية له، ولا تعتبر أضحية بل تعتبر صدقة. فيبتدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى ثالث أيام التشريق، وهو يوم 13 من شهر ذي الحجة إلى قبيل الغروب، فإذا غربت الشمس فلا تجوز الأضحية بعد ذلك. ويستوي في هذا الليل والنهار، الليل والنهار، ولكن استحب الفقهاء أن يكون الذبح في النهار.